السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية بشهد الحرب على غزة، ونناقش فيها ارتفاع أعداد الضحايا في المجازر التي يرتكبها الاحتلال مع مواصلته عدوانه وعملياته البرية وقصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزة، وكذلك اعترافه بوقوع خسائر جديدة في صفوفه أمام صمود المقاومة في وقت يقلل الخبراء من احتمالية رد ميليشيا حزب الله على عملية اغتيال الاحتلال لصالح العروري. ينضم معنا في هذه التغطية عبر سكايب من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن أبو هنية، وعبر خدمة زوم من إسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد ركن حاتم الراوي، وعبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد الأخرس. مرحبا بضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ بالتغطية، كونوا معنا. إذن أبدأ معك أستاذ حسن أبو هنية الكاتب والباحث السياسي ضيفي من عمان. أستاذ حسن مرحبا بك. نبدأ من تداعيات اغتيال العروري، هل كان خطاب حسن نصر الله بالأمس على مستوى الحدث واغتيال قيادي بوزن العروري؟ أعتقد أنه كان متوقعا، يعني لم يكن أحد ينتظر أن هناك يعني ما أكثر مما تحدث به السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. أعتقد بأنه تمت حسابات دقيقة بالنسبة لحزب الله وكذلك لما يسمى محور المقاومة. نعلم جميعا أنه لا يمكن الانزلاق إلى حرب واسعة وشاملة بين حزب الله وإسرائيل في هذه الظروف. لا أعتقد أن حزب الله لديه الرغبة في هذا الوقت لخوض مثل هذه المعركة، ولا حتى الاحتلال الإسرائيلي. لكن بالتأكيد أنه اغتيال الشيخ صالح العروري كان يعني سبب إحراج كبير لحزب الله، لأنه في المنطقة الأمنية الخاصة بحزب الله، وبالتالي هو دائم. لماذا من وجهة نظرك يعني وصف قوى الممانعة يعني يوحي بلا شك بأن الممانعة أو المقاومة هي مقاومة الاحتلال الصهيوني، ولكن في هذه المواقف الحرجة، في مواقف تباد فيه غزة عن بكرة أبيها، في مواقف وإن كان أن غزة لن تموت، وإن كان أن المقاومين ينهضون من تحت الركام، وإن كان أن الحياة تعود إليهم من جديد ويستمرون بالمقاومة، ولكن لماذا في هذه الظروف الحرجة يعلنون أمام الإعلام أنه سوف لن نتدخل، سوف لن نوسع رقعة التصعيد؟ ما سبب هذا الأمر وصفتهم صفة مقاومة؟ نعم، أعتقد بأنه يعني الرؤية العامة لما يسمى محور المقاومة هو ترى في تقدير الموقف بأن إسرائيل قد فشلت في تحقيق أي أهداف ذات طبيعة استراتيجية في غزة، وأن المقاومة تمكنت من الصمود وتحقق انتصارات كبيرة على هذا الاحتلال، وهي ترى أن مجرد محاولة أنها لا تريد أن تنجر لقضية حرب شاملة بين المحور وبين إسرائيل، لأن هذا سيصرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي قضية غزة والقضية الفلسطينية. وهي ترى أيضا بأن هذا الوقت ربما نرى أن هذه المعركة هي ليست معركة إسرائيل فقط، هذا الاحتلال الكولونيالي الاستعماري، إنما هي حرب الإمبريالية الأمريكية، وفعلا الولايات الأمريكية هي لا تدعم هذا الحرب بل هي متشارك فيه على الصعيد المادي العسكري الاقتصادي السياسي وعلى الصعيد الرمزي المعنوي. وبالتالي أعتقد بأنه يعني هناك نوع من الحسابات هي ترى بأن ربما توسيع أفاق الحرب لن يخدم مصلحة كبيرة، بل على العكس ربما قد ينقذ إسرائيل من المأزق الذي تعيش فيه. نعلم أن هذه هزيمة محققة قد تحققت على مدى 3 شهور لم تستطع طيب إسرائيل كل هذا الدعم. أبقى معي لو سمحت أستاذ حسن أبو هنية، سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بالعقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري عبر خدمة زوم ينضم إلينا من إسطنبول. سيادة العقيد، يعني على الأرض هل تأثرت المقاومة بالشكل الذي
كان يريده الاحتلال بعد اغتيال العاروري؟ السلام لك أستاذي الكريم ولي ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة أن يعني إذا قلنا أن المقاومة لم تتأثر فهذا يعني مجانبة للحقيقة وللواقع العسكري الذي نراه على الأرض. لكن السؤال هنا، من الذي تأثر أكثر؟ يعني غامر نتنياهو، وأنا أقول غامر بكل تأكيد، وكانت المغامرة فاشلة باجتياح غزة سواء بالمرحلة الأولى أو الثانية أو الآن الثالثة التي يحضر لها، لسبب أن الشارع الإسرائيلي لم يتعود على هذا العدد من القتلى في أبنائه. يعني إسرائيل منذ نشوئها إلى اليوم لم تخسر في معركة هذا العدد الذي خسرته، وهذه كانت مغامرة، لأن الطرف المهاجم هو الجيش الإسرائيلي، ورأينا كيف أن أداؤه كان منخفضا جدا ولم يرتقي إلى مستوى الهجوم على مثل هذه التحصينات ومثل هؤلاء المقاتلين، فكانت النتيجة خسارة أعداد كبيرة من جنوده. انتقل إلى المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية أيضا يعني لم تكن المرحلة الثانية أفضل من سابقتها الأولى، فقدم ضحايا كثير إلى أن وقع بالحرج الذي بدأ فيه نتنياهو، وهذا ما نلاحظه عسكريا، يتصرف بأي طريقة لإطالة الحرب بل ولتوسعها. يعني توسيع هذه الحرب ليس بصالح إسرائيل بكل الحالات، لكن بصالح نتنياهو شخصيا الذي أصبح يعلم أنه سوف يحاسب على كل ما يعني ساء لسمعة الجيش الإسرائيلي ولمكانته ولانهياره بنظر المواطن الإسرائيلي نفسه. لذلك أرى أن الآن القدوم إلى المرحلة الثالثة هو شيء من التخبط، أما ما يجري من يعني اغتيالات للقادة فهذا يعني له حديث آخر وحديثه قد يكون طويل. لو سمحت ابقى معي سيادة العقيد حاتم الراوي، أعود إليك أستاذ حسن أبو هنية. ماذا على المستوى الأمريكي أستاذ حسن أبو هنية؟ يعني 17 موظفا من الحملة الخاصة ببايدن يحذرون من استمرار دعم الاحتلال. الآن لو تساءلنا عن أولويات الولايات المتحدة، ما هي أولويات واشنطن يعني مع قرار سحب مدمرة من البحر المتوسط؟ نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نعلم بأنها عندما منذ اللحظة الأولى من 7 أكتوبر دفعت بسفن حربية بوارج وكذلك بغواصات نووية وكذلك بفرقة دلتا الخاصة أكثر من 2000، وشاهدنا هناك زيارات ليس فقط لجو بايدن وبلينكين بل أيضا لوزير الدفاع لويد أوستن وكذلك رئيسة الأركان وكذلك قائد القيادة الوسطى، وهم يشاركون في هذه الحرب، لأنه أعتقد أن هذه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذه يعتبر حرب للولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تريد أن تهيمن على المنطقة بشكل كامل، ومع وجود يعني تحولات جيوسياسية دولية وصعود الصين بدأت أنها تسحب من المنطقة منذ 2018 ومنذ العام 2018 عندما ظهرت استراتيجية الدفاع الوطني والتحول نحو آسيا المحيط الهادي أو المحيطين الهادي والهندي، وبالتالي هي اضطرت إلى أن ترجع، ولذلك الولايات الأمريكية تخسر هي في جبهة أوكرانيا، هناك عملية استنزاف، وأعتقد أن الغرب وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يعني تشهد خسائر في هذا المحور، وهي أيضا إذا خسرت الشرق الأوسط سيكون هذا أيضا كناية على تراجع الهيمنة والأحادية الأمريكية، وبالتالي تدشين عصر التعددية القطبية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى هذه الحرب ربما تكون حرب أمريكا أكثر من حرب إسرائيل، هذا شيء واضح. ولذلك بعتقد بأنه رغم أن هناك خلافات، لأن أمريكا تريد الاستقرار
في ظل الهيمنة الأمريكية، وهذا الاستقرار حسب ما يقدم حكومة الحرب، مجلس الحرب وخصوصا بنيامين نتنياهو، ربما يجر أمريكا إلى يعني مغامرات ربما هي في غنى عنها، وخصوصا بعد التجربة في أفغانستان وكذلك في العراق وفي مناطق أخرى. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لما شاهدنا هي موافقة على الرؤية العامة لإسرائيل، لكنها تختلف في التعامل مع غزة، سواء على صعيد التكتيكات العسكرية أو على صعيد أيضا الرؤية ما بعد الحل، بمعنى أنه من سيحكم غزة وكيف ستدار هذه غزة. ولذلك أعتقد أن هناك مشكلة، أمريكا أصبحت في عزلة دولية شاهدناها في الأمم المتحدة. ابقى معي أستاذ حسن لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. أنتم سيادة العقيد حاتم الراوي، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لتكملة التغطية، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية بشأن متابعاتنا الإخبارية بشأن الحرب على غزة، ونناقش فيها ارتفاع أعداد الضحايا في المجازر التي يرتكبها الاحتلال مع مواصلته عدوانه وعملياته البرية وقصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزة. سيادة العقيد حاتم الراوي، يعني في ذات الوقت هناك حدث مهم حصل اليوم، ألا وهو استهداف القوات الأمريكية أو قصف القوات الأمريكية مقر ميليشيا الحشد في بغداد. هناك 3 قتلى من ميليشيا الحشد على الأقل، من ميليشيا طبعا النجباء. إلى أي مدى يعني تبدو الميليشيات الآن عاجزة عن اتخاذ أي قرار إلا بتوجيه إيراني، وكيف تقرأ هذا الحدث اليوم؟ تماما، يعني إيران الآن مقيدة اليدين في العراق عندما دخلت القوات الأمريكية وانتشرت في هذه المرة الثانية المؤخرة، وأبلغت رئيس الحكومة أنها هي قادمة بموجب اتفاقية لدفاع مشترك ومحاربة الإرهاب مع الحكومة العراقية، فكانت مكتوفة اليدين سواء إيران أو والسيستاني. وجه إلى الميليشيات خطابه بعدم التعرض للجنود الأمريكان أو التماس معهم أو استفزازهم، هذا عن إيران في العراق. الوضع مماثل تماما في سوريا، إنما بحالة مختلفة، حيث أن إيران قد حوصرت تماما في سوريا. نعود إلى العراق الآن وإلى هذه الضربات. نلاحظ مؤخرا وكأن يعني القرار اتخذ من قبل أمريكا وإسرائيل بتصفية إيران في سوريا وفي العراق باستهداف قادة ميليشياتها. هذا ما أراه أنا. ماذا الآن خلال يعني هذا التوقيت تحديدا؟ هذا التوقيت يعني أنا أرى فيه بركان يعني ينفجر بشكل عشوائي، فوجدنا أن داخل إيران هناك تفجيرات لم نقف حتى الآن على حقيقة من وراءها، علما بأن البصمات هي بصمات إيرانية 100%. توجد ضربات للحشد قبلها بيومين أو 3 في سوريا، استهداف قادة من إيران، يعني قادة إما إيرانيين مثل راضي موسوي أو تابعين لإيران مثل صالح العاروري. نعم هو منا ومقاتل شرس ويقود المقاومة ببراعة ضد إسرائيل، لكنه أولا وأخيرا هو يجلس في حضن نصر الله وفي حضن خامنئي. وقد قاد المقاومة ببراعة في حرب غزة، ليس كذلك؟ تماما تماما، يعني هذا يعني لا نزكيه أحدا على الله، لكن نعتبره شهيدا كبيرا. وكل ما قدمته المقاومة الفلسطينية
بعد طوفان غزة، يعني من 7 أكتوبر إلى اليوم، هذا فخر للأمة العربية وليس فخر لإيران، لأن هؤلاء عرب مسلمون، أي أنهم من لوننا، وهم يعرفون من أصحاب القضية الفلسطينية الحقيقيون. أما بالنسبة لإيران فهي قد ألصقت نفسها بهذه القضية لتجعل منها سلما تجتاح فيه الأربع عواصم عربية وتعيث بها فسادا. نعم، أبقى معي أستاذ الراوي سيادة العميد، سوف أعود إليك مرة أخرى. إذن أستاذ حسن أبو هنية، على ما يبدو أن أي قرار للميليشيات في العراق، طبعا أن الأمر متسلسل ومتصل، يعني عندما نتحدث عن عمليات اغتيالات، حصل استهداف اليوم لميليشيا النجباء في العراق بمسيرة أمريكية قتلت أكثر من 3 ربما من عناصرها وقياديين فيها. كيف إذا كانت إيران عن طريق أدواتها وأذرعها تصرح وتقول لا نريد توسعة نطاق الصراع أو المعركة، معركة طوفان الأقصى، ولا نريد التدخل وإلى آخره، في حين يكون هناك استهداف فعلي على الأرض من قبل قوات أمريكية، وحتى من قبل يعني بشكل صريح في العراق؟ كيف يعني تربط ما حصل اليوم فيما يجري بغزة؟ نعم، أعتقد المعادلة هي، نعلم عندما أرسلت الاتحاد الأمريكية كل هذه القوات، هي كانت لعملية ردع إيران ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة. لكن هذا الردع ربما هو وضع قواعد اشتباك محددة، بمعنى أن قوات سواء كانت حزب الله أو الحوثيين في اليمن أو حتى فصائل الحشد الشعبي في العراق، هي تعمل عملية مشاغلة، بمعنى لا تريد أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة، ولكن عملية مشاغلة. يعني نفذت في العراق حسب البيانات الأمريكية أكثر من 134 هجمات على قواعد أمريكية، ونعلم الحوثيين ماذا فعلوا في باب المندب، وأيضا حزب الله يشاغل في الجبهة الشمالية الحدود اللبنانية الفلسطينية، يعني بمعدل 10 إلى 15 هجمة يوميا. يعني هناك نوع من الإسناد لما يسمى يعني جبهة غزة والقضية الفلسطينية، لكن دون مخاطر الانطلاق أو الدخول في حرب واسعة وشاملة. هكذا هي تقود إيران هذه المعركة، لا ترى بأنه يعني مصلحة في خوض حرب شاملة، وكذلك يعني إسرائيل والاتحاد الأمريكي، وبالتالي حدود الأمور تقع في حدود يعني عدم تطور الأمر إلى مدى أوسع وأكبر، وأعتقد أنه هذه حدود إلى الاشتباك أي في مدى المنطقة، بات واضح وبالتالي أستاذ حسن أن لهذه الميليشيات ليس لها أي مشروع أصلا لنصرة أي قضية من القضايا التي تصفها وتقول إنها قضايا إسلامية؟ أين دورها الواضح في نصرة هذه القضايا في حرب غزة؟ أين دورها؟ نحن نسمع فقط باستهداف لعناصر في ميليشيات تابعة لإيران في العراق، ولكن لم نسمع برصاصة واحدة أطلقت لا من حزب نصر الله، ولا من قوى الممانعة، ولا من النظام السوري. أين هم؟ أين هي إيران لنصرة القضايا الكبرى والقضية المحورية كقضية فلسطين، التي من 79 وهي تقول طريق القدس عبر بغداد؟ لا أعتقد إيران لها مشروع واضح، مشروع يعني إيران لها مشروع ذات أبعاد جيوبوليتيك في المنطقة، وهي تريد الهيمنة. هذا أمر ليس سرا ولا يخفى على أحد، لها مشروعها الخاص، وبالتالي هي عندما تستثمر قضية فلسطين وقضية بيلق القدس وقضية يوم القدس، هي محاولة لرفع الصفة الطائفية وحول هذا المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، وبالتالي تستثمر فيه، وخصوصا أن حالة الفلسطينية نعلم أنها تتمتع ب يعني حقانية، وتتمتع بقضية عادلة وقضية تستقطب كل قلوب العرب والمسلمين، هي قضية عربية وإسلامية،
بامتياز، وبالتالي اعتقد انها في لحظه في 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 لحظه انه اصبحت هناك الدول العربيه متماهيه مع المشروع الصهيوني والامريكي، وهي ليس فقط لا تقدم اي دعم لحركات المقاومه الفلسطينيه كحركه حماس والجهاد وبقيه فصائل المقاومه، بل تعمل على عزلها ومحاصرتها، وبالتالي لم يكن هناك الا نشا نوع من التحالف الموضوعي بين هذه يعني القوى. تستفيد ايران، تستفيد في تبييض صفحتها في لدى العالم العربي والسني الاسلامي عموما، أستاذ والمقاومه حسن، لا تعمل لو لديها سمحت خيار. ابقى معي، سوف أعود إليك مرة أخرى. أنتقل بالسؤال لسيادة العميد الراوي. يعني أستاذ حاتم الراوي، القسام تعلن تدمير دبابة من نوع ميركافا في خان يونس بقذيفتي الياسين من عيار 105. ما أهمية استمرار هذا الضغط يعني في ظل محاولة الاحتلال يعني انسحابه من مناطق جديدة في شمال قطاع غزة؟ بالنسبة للمقاومة، المقاومة حتى الآن لم نسجل عليها خطأ واحد، يعني المقاومة تعمل بشكل منتظم وضمن برنامج واضح تماما ودقيق، وأثبتت أنها تملك الخبرة والتدريب الجسدي العالي والتقنيات التي يعني تحتاجها في مثل هذه المعارك. أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي فبدأنا نلاحظ عليه التخبط. الآن بالنسبة لاستهداف الدبابة الميركافة من قبل شهداء القسام، الحقيقة أن هي حرب يعني أقرب ما تكون إلى حرب الشوارع، وبالتالي كل من ينقص من عدوه أي أداة أو أي عنصر يعتبر قد سجل نصرا له. يعني لا أرى أن القسام تنتظر انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة لي يعني تكون قد ارتاحت أو يعني ركنت إلى الهدوء، هي تعمل بشكل دائم وتعتبر المعركة قائمة بأي لحظة. نعم. إذن أستاذ حسن، بالعودة إليك، نتحدث عن الضفة الغربية، ما هي الخيارات الموجودة لدى سكان الضفة الغربية وأيضا لدى المقاومة في الضفة الغربية؟ إلى أي مدى بات الاحتلال يخشى منها؟ بالتأكيد شاهدنا مباشرة يعني بعد 7 أكتوبر وحتى قبل 7 أكتوبر كانت هناك، وخصوصا بعد عملية طوفان الأقصى، جرى عملية عسكرة الضفة الغربية بالكامل. أصبحت هناك المداهمات، الاعتقالات، عمليات القتل والتصفية. نحن نتحدث الآن عن أكثر من 5000 معتقل بعد 7 أكتوبر، وأكثر من 350 شهيد، فضلا عن أكثر من يعني مئات المصابين. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يخشى من أن تمتد هذه المقاومة، وهي أصلا تعمل، لكنها نعلم أنه على مدى سنوات منذ أوسلو جرى تجريد الشعب الفلسطيني في الضفة من أي أدوات للمقاومة. وجود سلطة أوسلو، وهي السلطة أصبحت وكيلة للاحتلال، فقط تنفذ شق أمن وأحيانا تشارك في عملية اعتقال واغتيال و المقاومين، وأصبحت تعمل كوكيل رخيص الثمن بالنسبة لإسرائيل، وهذا يجعل من صعوبة العمل في داخل الضفة. ومع ذلك كما نرى هناك دائما عمليات، لكنها بأدوات بسيطة، لأن على مدى سنوات تم تفكيك البنية التحتية لأي إمكانية للمقاومة. الاحتلال الإسرائيلي يعني أصبح يعني يمارس شراسة بشكل كبير، نشاهد كل يوم هذه المداهمات والاعتقالات. ونحن نتحدث اليوم، كان منذ أمس محاصرين مخيم نور شمس في طول كرم، وهذه العمليات مستمرة. ولذلك أعتقد تمت خشية بالتأكيد من أن روح المقاومة تنتقل إلى الضفة، وبالتالي تصبح الأمور مع وحدة الساحات أكثر خطورة. ولذلك هو يستخدم الحد الأقصى من العسكرة في داخل الضفة الغربية، وبالتعاون للأسف مع ما يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية. أيضا هناك يعني ورقة مهمة، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ الراوي. سيادة العميد، ورقة الأسرى، ما مدى أهميتها؟ إلى أي مدى باتت هي ربما الخلاص الأخير لحكومة نتنياهو؟ تماما، الأسرى اليوم هم السلاح الواقي أو الدرع الحصين الذي يتمترس خلفه مقاتلو غزة،
وكان اختطاف أو أسر هؤلاء الأشخاص بمختلف يعني مناصبهم أو انتماءاتهم كجنسيات، كان يعني كانت الخطوة التي كسرت ظهر إسرائيل، حيث أن إسرائيل لا تجرؤ على قصف المكان حتى لو سادت على مكان الأسرى. يعني لا يستطيع نتنياهو أن يتخذ قرار كهذا، علما بأنه كان عليه أن لا يتخذ قراره بالاجتياح أصلا، لأنه زاد عدد القتلى. فهنا إسرائيل محرجة بهم، ومجرد أن يفلت الأسرى من بين أيدي المقاتلين في غزة، أنا أرى أن ورقتهم ستضعف، وبالتالي إسرائيل لا تتوانى أن تمارس عليهم الحرب الأكثر من قذرة، لأنها هي الآن انتقلت إلى الحرب القذرة لكن على الأهالي وسكان غزة، وفعلت بهم ما فعلت من دمار ومن قتل وتشريد. أما إذا أخلي المكان أو يأست إسرائيل من إنقاذ الأسرى، فإن إسرائيل ستستخدم ضد مقاتلي غزة أسلحة دمار مسموحة وغير مسموحة. نعم، إذا ابقوا معي ضيوفي الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، تابع سويا هذا التقرير ثم نكمل التغطية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أستاذ حسن أبو غنية، يعني هناك تقارير غربية تحدثت وأكدت أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم ولن تتأثر بمقتل العاروري حتى وإن تم قتل أو استشهاد الكثير من القياديين، لأن المقاومة جذوتها لن تنطفئ. يعني حتى على لسان المقاومين في حماس يتحدثون بهذه اللهجة المليئة بالثقة بالنفس والمليئة بالإيمان المطلق بقضيتهم. هنا هل ترى من وجهة نظرك، يعني وأنت تشاهد هذه الأحداث وهذه المعطيات، هل ترى إلى أي مدى ترى أن نتنياهو قادر فعلا على أن يستمر بهذه الحرب المكلفة على إسرائيل، مكلفة اقتصاديا ومكلفة بشريا ومكلفة من جميع الاتجاهات والجوانب؟ نعم، أعتقد بأن هذا هو يعني جوهر الأمر، أن الكيان الاحتلال الإسرائيلي كسائر الكيانات الاستيطانية الاستعمارية هي تخرج دائما عن طريق المقاومة. هذا ما حدث في كل
العالم في كل تجارب التاريخية، وآخرها كانت أفغانستان، ومن قبل في العراق، ومن قبل في فيتنام، ومن قبل في الجزائر، وكافة العالم. وأعتقد أن حركات المقاومة لا تستند إلى قضية عادلة، وبالتالي ثمة أيديولوجيا وبشكل صلب في داخل مكونات الشعب الفلسطيني، وحركة حماس هي جزء من هذا الشعب وممثل لجزء من تمثيل هذا الشعب، وحركة المقاومة وبالتالي هي ليست مجرد يعني حركة مسلحة، هي حركة ولا جناح سياسي، وهي لا لديها ايديولوجيا ولا لديها هيكلية صلبة ولديها عمل مدني، وبالتالي القضاء على حركة حماس هو مجرد خيال، لأن يعني قضية المقاومة هي قضية راسخة. وشاهدنا عبر تاريخ المقاومة في فلسطين أنه هو في حركة حماس بشكل خاص، كلما كان هناك عمليات اغتيال كانت تتم عمليات تجنيد واستقطاب أكثر، وتترسخ فكرة المقاومة. حتى قبل 7 من أكتوبر كانت حركة حماس ربما تعاني من نوع من العزلة، بل أن تشكيك، بل أن حتى استطلاعات الرأي في داخل قطاع غزة كانت يعني ليست مشجعة كثيرا أو داعمة لحركة حماس. لكن نشاهد بعد طوفان الأقصى و7 من أكتوبر كيف أصبح الشعب ليس في غزة بل في الضفة وفي 48 وفي جميع أنحاء العالم، أصبحت الشعار أن حماس هي حركة تحرر وطني وحركة مقاومة، وأصبح هناك الآلاف. شاهدنا إذا تتبعنا تاريخ حركة حماس عندما انطلقت في 87 بعد عمليات الاغتيال سواء عماد عقل أو يحيى عياش في 93 96، حركة أخذت منحى آخر وأصبحت أكثر تطورا. وبعد اغتيال قيادات زي إسماعيل أبو شنب 2003 أو أحمد ياسين 2004 ثم الرمسيسي في بعده بأشهر في 2004، الحركة أصبحت أقوى. وإذا قورنت كل الحركة الآن بما كانت عليه من قبل، فأعتقد أن الحركة هي أكثر تطور على صعيد البنية العسكرية والسياسية والمدنية والاقتصادية على جميع المستويات. وبالتالي أعتقد أن حركة حماس أصبح واضح بأنه لا يمكن حركة مقاومة كحركة حماس متماسكة تتمتع بهيكلية صلبة أن يتم القضاء عليها، وبالتالي كل مرة هي تخرج أكثر. الآن أنت هذه ترى القوة، نعم هذا الدعم لحماس. نقاط القوة التي وصلت إلى هذا الحد من التطور في المواجهة وصناعة الهجمات أستاذ الراوي، يعني بناء على ما تحدث به الأستاذ حسن قبل قليل، نستطيع أن يعني نسأل عدة أسئلة فيما يخص سر القوة العسكرية للمقاومة وهذا التطور لدى المقاومة الفلسطينية. هل هو توظيف جيد للأسلحة في المقاومة سواء كانت الصواريخ المحمولة على الكتف أو القناص أو غيرها أو القنابل اليدوية أو حتى ما تحدثت به كبريات وسائل الإعلام الغربية، موضوع الأنفاق التي وصفتها بأن المقاومة الفلسطينية أحسنت صنع الفخ؟ هذه الأنفاق بالإضافة إلى توظيف الأسلحة، يعني نستطيع أن نشتق سؤالنا، أين السر؟ ما هو السر ونقاط القوة التي اتضحت لكل العالم في مواجهة أعتى جيش على ما يصف نفسه في العالم وهو الجيش الإسرائيلي؟ كريم، النائحة الثكلى ليست كالنائحة المأجورة. هنا بيت القصيد، وهذا هو كل يعني سر هذا المقاتل. هذا المقاتل صاحب قضية ويحمل عقيدة لا يمكن أن يتخلى عنها. عزز هذه العقيدة بالتدريب الجسدي وإتقان السلاح والتدريب عليه، وأخذ تقنيات العالم وطبقها بالأنفاق تحت غزة، يعني ووصل إلى مرحلة أنه يعني من التقنيات العسكرية إلى المرحلة التي جعلت أن المقاتل يصنع طائرة شراعية ويخترق فيها القبة الحديدية الإسرائيلية التي كانت رمز لمن منعت إسرائيل. هنا يكمن سر إبداعات وإمكانيات وجسارة هذا المقاتل. هذا مقاتل صاحب قضية،
وضع كل ما يعني تصل إليه يده تحت تصرف هذه القضية، وسخره لخدمة قضيته. هذا لا يقارن على الإطلاق بالمتسلق على قضية غيره والمتاجر بالشعارات. هناك يكون فاشل ومتردد وسريع الهروب، وهذا يكون صامد كصمود الأرض. لذلك أنا أضع كل السر في عقيدة هذا المقاتل وإصراره على نيل كرامتي وتحريره. نعم أستاذ الراوي. أستاذ حسن، في هذه الحالة مع هذا الفشل بالحرب على غزة، وأيضا صمود المقاومة بشكل يعني بطولي، يعني العالم كله يرى بعينيه ما يجري من ردود فعل صهيونية على هذا الصمود بقتل الأطفال وقتل الأهالي وقتل المدنيين وتحطيم البنى التحتية بالكامل وتدمير غزة بالكامل. هذا الأمر موجود الآن. يا ترى من وجهة نظرك، يعني هناك توجه يأتي بالتوافق أو بالتناظر مع هذه الأحداث والمعطيات الجديدة؟ هناك توجه بالكنيسة لتعديل قانون المواطنة الإسرائيلي لترحيل فلسطينيي الداخل. هذا الأمر طرح، هناك توجه جديد، يعني ما خطورة هذا القانون خلال هذه المرحلة الحالية وفي ظل المفاوضات مع الاحتلال؟ نعم، هذا الاحتلال نعلم أنه هذا جوهر أي احتلال، أي نظام كولونيالي استعماري، هو قائم على عملية المحو والتطهير والإبادة الجماعية. نعلم أنه عندما قام هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني مدعو إسرائيل، هو نفذ في منذ 48، منذ حرب 48 نفذ، يعني طهر أكثر من 550 بلدة وقرية ومدينة، ونفذ أكثر من 74 مجزرة موثقة من دير ياسين إلى القبية وصولا إلى الدوام. وبالتالي هذا النظام قائم على التطهير، ولذلك نعلم أنه هو يعني طرد في 48 أكثر من 750 ألف فلسطيني، وبالتالي هو بقي والآن تنامى العدد، وأصبح هناك نوع من الخطر. في عام 2018 لا تنسى بأنه تم يعني إقرار قانون يهودية الدولة، بمعنى أنه من له حق تقرير المصير في داخل هذا الكيان هو اليهود حصرا وكشيء ديني، بينما العرب اللي يشكلوا 20% من سكان يعني 48 لا يعتبر مواطني من الدرجة الثانية أو ربما العاشرة. وهذا ما جعل، فضلا عن السياسات في الضفة والاستيطان، ما جعل منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش يعني حقوق إنسان، وكذلك العفو الدولية، وحتى منظمات صهيونية يعني إسرائيلية زي منظمة بيت سيلم، تصف هذا الكيان بأنه كيان فصل عنصري. أصبح هذا النظام أشبه بنظام جنوب أفريقيا يطبق سياسات ذات طبيعة عنصرية على أساس الهوية. ولذلك يعني مع صعود الصهيونية الدينية مثل بن كفير وسموتريش اللي يطالبوا بتهجير وإبادة أهل غزة إلى سيناء والضفة إلى الأردن، أيضا ينشأ يعني يطالب نفس هذا التيار، يطالب بعملية استكمال ما بدأوه في 48 بتطهير فلسطين التاريخية من أي وجود للفلسطيني. لكن بالتأكيد أن الأمر ليس كما يشتهي يعني لا بن كفير ولا سموتريتش ولا كل قادة الكيان الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني ثابت وراسخ ويقاوم بأشكال متعددة، من المقاومة المسلحة إلى المقاومة الشعبية إلى شتى الأنواع. وأعتقد أنه هذا ما يجعل الكيان الاستيطاني الإسرائيلي، هذا الكيان، أنه تتغير السردية، لم يعد له أنصار. نحن الآن هو ينتظر محاكمة في محكمة العدل الدولية رفعتها جنوب أفريقيا التي ستعقد في 11 من هذا الشهر، ونعلم أنهم جندوا جيوش من المحامين لمحاولة يعني نفي مسألة الإبادة الجماعية. وشاهدنا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تندد بسموتريتش وبن كفير وتقول على نتنياهو أن يبعدهم بعد تصريحاتهم، يعني سواء السابقة كما قال سموتريتش بمحوارة أو تصريحات يعني الحالية
بإبادة أو طرد سكان يعني غزة والضفة الغربية. وأعتقد أنه نحن نعيش في عالم اليوم لا تستطيع إسرائيل مهما وجد من هؤلاء المتطرفين الفاشيين، الشعب الفلسطيني هو الثابت وهو كما ترى هو لا يستطيع، يعني هو لو استطاع أن الهدف الغير معلن هو أصلا كان فعلا تهجير أهل غزة إلى سيناء، لكن هذا لم يكن، ليس لأن العالم منعه، لأن المقاومة والشعب الفلسطيني صمد ومنع هذا، وهو الآن يحقق هزيمة منكرة. تحققت الهزيمة منذ 7 أكتوبر والآن تكتمل، وبالتالي هو لا يستطيع والآن ولا الآن يعرف هناك ماذا يفعل. حديث، يعني تبقى المرحلة الرابعة من العملية الصهيونية. بات الاحتلال ربما بحسب ما يرى الكثير من المراقبين والمحللين العسكريين أنه بات مجبرا على الدخول بهذه الخطوة. سيادة العقيد الركن حاتم الراوي، إلى أي مدى ترى أنه بات فعلا مجبرا الاحتلال على المضي قدما في المرحلة الرابعة؟ تحت الضغط الأمريكي وتحت ضغط الشارع الإسرائيلي، لا أتصور أن يعني الجيش الإسرائيلي لا زال يمتلك القدرة التي يستطيع أن يخطط وينفذ لخطة رابعة. هو الآن يعني بالخطة الثالثة يعترف بها ولا يعترف أحيانا، ويضيع بتفاصيل غزة وتفاصيل كتائب القسام ومقاتلي حماس، مقاتلي حماس، وأؤكد على هذه الكلمة. يعني لذلك سيتلقى الضغط وبدأ الضغط من أمريكا، لأن أمريكا أيضا متضررة من هذه الحرب ومن استمراريتها. يعني أمريكا جلبت كل معداتها العسكرية وأحاطت بها الشرق الأوسط لتنفذ شرقها الأوسط الجديد، وبالتالي أعاقتها الحرب في غزة. ويعني هذا يصب بصالح إيران أولا، إطالة الحرب في المكان، لأنه سيؤخر الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمريكا لا يمكن لها بناء مشروعها إلا على الاستقرار الذي يقتضي بحتمية إزالة أدوات الفوضى كاملة، إزاحتها وعلى رأسها إيران وأذرعها. لذلك يعني إيران تدفع على استمرار الحرب وتوسعها. إسرائيل بسبب إحراج نتنياهو بأمام شعبه أيضا بدأ يعني يرتاح لإطالة الحرب. أما الجيش الإسرائيلي كجيش وأداء جيش إسرائيل الذي نعرفه وتدريبه الذي كان عاليا سابقا، نرى أنه غير قادر على الاستمرارية. يعني أصبحت نقطة الضعف في إسرائيل هي تدني أداء الجيش الإسرائيلي. نعم. إذا ابقى معي أستاذ الراوي. أستاذ حسن، هل ستنجح حماس في فرض شروطها لإيقاف إطلاق النار؟ نعم، هو لا يوجد هناك أي وسيلة. يعني من هو الطرف الذي يستطيع أن يوقف الحرب؟ نعلم أن القمة العربية الإسلامية فشلت حتى في إدخال مساعدات يعني غذائية وطبية، والعالم شاهدنا أن هناك 153 دولة لم يكن سوى الولايات المتحدة الأمريكية كانت معزولة في الأمم المتحدة عندما استخدمت يعني حق النقض الفيتو، وبالتالي كانت معزولة تماما. إذا ما يستطيع هو الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف الحرب، لكنها لا تريد ذلك، ولكن من يوقف هذه الحرب هي المقاومة. المقاومة عندما تلحق خسائر، يعني منطق الحرب هو منطق بسيط قائم على حساب الكلفة المنفعة، عندما تصبح الخسائر كبيرة ومكلفة جدا على الاحتلال سواء من ناحية البشرية أو المادية أو الاقتصادية أو على كافة الرمزية حتى في الخطابات وفقدان السردية، ستجبر هذا الكيان على الانسحاب. هذا ما حدث في 2014 ومن قبل في 2008 وفي كل الجولات السابقة، عندما يصبح هناك الكلف عالية ليست هي رحمة لا من أمريكا ولا من إسرائيل. من يوقف هذه الحرب هو صمود وقدرة المقاومة وإلحاق أكبر قدر من الخسائر، وبالتالي هذا ما دفع سابقا كل الكيانات الاستعمارية الاحتلالية والإمبريالية، يعني هذا ما دفع الأمريكا للانسحاب من العراق بعد أن تكبدت
خسائر فائقة على مستوى المادي على مستوى البشري، وهذا ما حصل في أفغانستان. إذا هذا هو ما سيدفع هذا الاحتلال، ليس أكثر من ذلك. أما كل حديث عن إيقاف، من يستطيع أن يقف الحرب؟ من يقف هو أمريكا وهي تقف إلى جانب هذا الاحتلال. إذا المقاوم وصمودها هو، وكل الحديث عن تمرحل ومراحل الحرب هي كلها عبارة عن يعني سرديات لا معنى لها. من اقترح الدخول في هذه السرديه هو اصلا يعني لويد اوستن وزير الدفاع، عندما اجتمع اخر في الزياره الاخيره مع يوف جالانت وزير الدفاع، هو الذي تحدث عن وجوب الدخول في المرحله الثالثه. ماذا يعني المرحله الثالثه او الرابعه؟ هو استدامه يعني عمليه التخفيف من الاعباء الاقتصاديه وسحب جيش الاحتياط، ثم العوده الى استراتيجيه يعني جز العشب وتنفيذ عمليات اغتيال، هذه بمعنى الانسحاب وبقيه. لكن هناك يجب أن نعرف هناك أيضا خلافات في داخل مجلس الحرب بين العسكريين بين المدنيين، وهناك ضغوطات كبيرة، لا يزال الأسرى والرهائن موجودين. إذن هناك أزمة داخل الكيان، هذا ما سيدفعه إلى الانسحاب بالتأكيد ثم الدخول في صفقة تبادل. شكرا جزيلا أستاذ حسن أبو هنية ضيفنا عبر سكايب من عمان، الكاتب والباحث السياسي. ونشكر شكرا جزيلا ضيفنا عبر خدمة زوم من إسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد ركن حاتم الراوي. كنا معكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة بشأن الحرب على غزة. إلى تغطيات لاحقة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.